جمال أسوان، جمال الطبيعة زي ما كنا بنقول، كترة صخور، هي السما الصافية، جو جميل جدا، لا هو جو برد ولا هو جو سخن، الشمس لطيفة، فصل شهر 2، جو جميل جدا. فما ينفعش تكون انت موجود في القاهرة، تكون في مصر عموما، في أي محافظة من محافظات مصر، ما تزورش أسوان، تيجي تقعد لك 5 أيام، 3 أيام، أقل حاجة، تشوف جمال أسوان. لا لازم أي حد أسوان. احنا لو قلنا احنا عايزين نسافر العالم، في ناس تقول لك هنعيش فلوس، وناس تقول لك هنعيش حاجات، وناس تقول لك الموضوع صعب، وناس تقول لك التأشيرة صعبة، في كذا سبب. طيب نبدأ بأسوان، نبدأ بحاجات مهمة، حاجات سهلة ممكن تسافرها، يا دوبك تاخد تذكرة قطر، تحجز أي فندق، أي أفضل، أي شقة، الموضوع هيبقى سهل جدا. أسوان ناسها طيبة جدا جدا، أسوان تميز بالطعم، البهارات اللي فيها حلوة خالص، لو تعمل الأكل. الطباخين بتوع أسوان ناس شاطرة جدا جدا جدا، أكل النوبة، النوبة من الحتت الجميلة جدا، ولازم لما تيجي تيجي أسوان تيجي على النوبة تقعد لك 2 3 النوبة لوحديها، وتتعامل معاها النوبة ناس طيبة جدا جدا. وبعد كده عندك أسوان ممكن نروح نشوف جزيرة النباتات، السد العالي، حوض ناصر، معبد أحسنهم، اسمه معبد أحسنهم المحافظة، نوبي الحاجات كلها برضو من الحاجات اللي لازم تكون، من الحاجات اللي لازم تشوفها. لكن اكتر حاجه تميز يمكن اسوان هي الهدوء، هدوء جمال الطبيعه، هدوء الناس، ناس طيبه جدا جدا. فلازم انصح اي حد يجي اسوان ويشوف اسوان. والحمد لله فضل بدا ثقافه السياحه اللي ترجع تاني، بدات الناس تيجي اسوان، ودي حاجه من الحاجات بجد كبيره جدا. يمكن قرايه كده مكتبين صغيرين فيهم مكتبين برضه، فيهم ناس سياح من الناس الداخليه، وبدات برضه السياحه على فكره، السياحه الداخليه بدات تكبر جوزه، بدات تكبر، بدات هناك. ويا رب نتمنى كده تنتشر على فكره، لازم تشوف اسمها. شكرا.